حكايات حلوين أحكي لكم اليوم. قصة شارع الباراديزو. ما معنى هذا الاسم؟ ومن كان يسكن هذا الشارع؟ معكم أحمد عبد الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ النهاردة انا بصور حكاية شارع من شوارع حلوان الصغيرة جدا ومن اقدم شوارع حلوان، شارع البراديزو. شارع البراديزو الناس اللي ساكنه فيه يمكن اغلب الناس اللي ساكنه فيه ممكن ما يعرفوش يعني ايه البراديزو، بس انا النهارده جاي اعرف كل اهل حلوان ويمكن اهل مصر كمان يعني ايه كلمه البراديزو ويعني ايه تاريخ الشارع اللي موجود فيه قصور وفلل لسه محتفظه بهيكلها وبكيانها لحد دلوقتي، ونشوف كمان الناس الطيبه اللي موجوده في شارع البراديزو. يلا بينا. ولو اول مره تشوفني، انا احمد عبد الله ودي قناتي. اوعى تنسوا السبسكرايب واللايك والشير عشان نوصل لكتير. يلا بينا نسمع حكاية البراديزو من أولها. يلا بينا. شارع البراديزو في حلوان مش مجرد شارع وخلاص، ده حكاية كبيرة جدا. تخيلوا ان في شارع البراديزو ده كان بيعيش كل الأطياف وكل الملل وكل الديانات في شارع واحد، لأ وفي بيت واحد كمان. الأول لازم نعرف ليه تسمى الشارع ده باسم البراديزو، والبراديزو كلمة إيطالية معناها الجنة، وطبعا مشتقة من الإنجليزية اللي اسمها بارادايس، فمعنى كلمة براديزو يعني الجنة باللغة الإيطالية. يعني كل الناس اللي بتخجل تقول إن هي ساكنة في شارع البراديزو، لأ دلوقتي لازم تقول وتفتخر إنك ساكن في شارع معناه الجنة، شارع الجنة. وسبب تسمية الشارع باسم البراديزو ده بيقول ويحكي قصته واحد اسمه إيمانويل هيلتزل. إيمانويل هيلتزل بيقول إن كان في فندق سنة 1888، فندق صغير قريب من الحمامات الكبريتية، وبيقول إيمانويل إن الفندق الصغير ده كان اسمه نيو هوتيل بارادايز، والفندق ده كان صاحبه يوناني، وبيقول كمان إن الفندق ده كان أرخص من فندق الحمامات، وفندق الحمامات هنا بيقصد بيه الفندق اللي مكانه دلوقتي مدرسة الثانوية بنات، والفندق ده هو سبب تسمية شارع البراديزو باسم البراديزو. طبعا من أقدم الناس برضو اللي موجودة في شارع البراديزو عم رأفت. روح نسمع من عم رأفت حكايته مع شارع البراديزو. السلام عليكم عم رأفت. حبيبي عامل ايه؟ اهلا وسهلا. اخبارك ايه؟ عامل ايه يا باشا؟ والله وحشني الاول. انت اكتر والله. بعمل فيديو عن تاريخ شارع البراديزو كله. تاريخ شارع البراديزو كله احسن شارع واهدى شارع. والله العظيم. قول لي بس انت ذكرياتك هنا ايه بقى؟ ذكرياتك كل خير ان شاء الله. انت بالك من سنة كام؟ من سنة 90. ما شاء الله. عاصرت ناس كتير انت موجود في الشارع. والله كان ناس كتيرة وناس توكلت على الله، ربنا كرمهم. ربنا يرحمهم يا رب. الله يرحمهم. طب تعرف الشارع ده اللي اسمه البراديزو اصلا؟ ايه؟ اسمه البراديزو ليه؟ على حسب الايطاليين هم اللي سموه برنس. والله على حسب الايطاليين اللي سموه، ان كانت منطقة ايطالية كلها فيلل اوبتا. صح، برافو عليك. كلها فيلل. هنا المربع اللي انت واقف فيه ده كان مدرسة. كانت مدرسة؟ المربع ده كله كان اسمها مدرسة تحرير تقريبا. والثانية المربع اللي قدام منه شارع البراديزو برضك، اخر شارع البراديزو سينما. كانت سينما فاتن. سينما الصيفي والشتوي. الصيف والشتوي. حضرتها؟ ايه لا ما حضرتها، بس كانت مقفولة. كانت مقفولة قبل ما تهدي بقى وتبني المباني الجديدة. وبعد كده بقى عماير وبتاع، والشارع اتغير عن ايام زمان يعني. ما شاء الله عليك. انا اتشرفت بيك النهاردة والله. انا اتشرفت بيك والله العظيم. ودورك كمان. حبيبي ربنا يوسع عليك. اشوفك على خير يا عم رافع. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك يا رب. نيجي هنا لمعلم من معالم شارع البراديزو، وهو البيت رقم 8. البيت رقم 8 ده قصة كبيرة جدا. شارع البراديزو اللي بيبدأ من تقاطع شارع عمر بن عبد العزيز اللي على الكورنيش، واللي قصاده زي ما انتوا شايفين كبرتاش حلوان، وبينتهي شارع البراديزو
على تقاطع شارع عبد الرحمن باشا، واللي ما سمعش قصة شارع عبد الرحمن باشا هسيب لكم الفيديو في التعليقات عشان تعرفوا كمان قصة شارع عبد الرحمن باشا. نرجع لقصة بيت رقم 8 اللي موجود في شارع البراديزو. البيت ده عمره دلوقتي يعدي أكتر من 100 سنة. البيت رقم 8 كان رمز للتعايش الإنساني بكل معانيه. عارفين البيت ده سكن فيه على مر السنين العديد من الأسر اللي كان عندهم ديانات وثقافات وجنسيات مختلفة، منهم الأرمن والأروام والسودانيين والألمان واليونانيين والشوام وطبعا المصريين. وكانت أحيانا الأسرة الواحدة فيها أكتر من ديانة وأكتر من جنسية. المنزل بيتميز بواجهته الشمالية بوجود هلال بارز بأعلى المدخل، والهلال ده بيرمز أن مالك البيت كان مسلم، ودي كانت عادة منتشرة في مصر زمان أن المباني كان بيتحط عليها رمز الديانة لصاحب المنزل أو البيت ده. يعني المسيحي كان بيحط صليب، اليهودي كان بيحط نجمة داود، المسلم كان بيحط الهلال. وبرغم ده ما كانش فيه اختلاف بين الناس أبدا، وما كانش فيه فرقة أو تفرقة تفرق المصريين أبدا. في البيت رقم 8 في شارع البراديزو موجود شخصية من أشهر شخصيات حلوان وأشهر ترزي ومصمم أزياء حريمي في حلوان، وهو أسامة عبد المولى أو مولى زي ما كل الناس بتقوله. يلا نسمع من أسامة عبد المولى بقاله كم سنة في شارع البراديزو وإيه قصته مع بيت رقم 8 أقدم بيوت شارع البراديزو، البيت اللي ورايا ده. يلا بينا نسمع من أسامة عبد المولى قصته. احنا داخلين له كده مفاجأة، دي الورشة بتاعته. طبعا المحل بتاعه موجود في شارع احمد انسي. بصوا اصلا يا جماعة قبل ما ادخله، بس البيت شكله رائع. ودي الورشة بتاعت اسامة، خش نفاجئه. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ اسامه. عامل ايه؟ اهلا وسهلا. اخبارك ايه؟ ازيك يا احمد؟ وحشني والله. الحمد لله. اسامه منورني. الله يخليك يا احمد. انا طبعا بعمل فيديو عن تاريخ شارع البراديزو، وطبعا ما عمري ما عدي من شارع البراديزو الا لما لازم اعدي عليك، ده انت يعني انا اعرفك مش عايز اكبرك. الله يخليك يا احمد. قول لي ايه بقى قصتك مع شارع البراديزو، وبقالك كام سنه موجود هنا، و وايه المعلومات اللي انت تعرفها عن شارع البراديزو؟ شارع البراديزو ده انا فيه من حوالي من سنه 90 او 89 ما شاء الله. يعني المكان اللي انا فيه ده كان اصلا ده كان بيت، ده كان قصر والله. المكان اللي احنا فيه ده يعني دي كانت اوضه ملحقه بالقصر. تمام. اللي بره ده القصر، وكان فيه مبنى اتبنى بره، ده اتبنى بره كانت دي جنينه. الجنينه بتاعت اللي بتكمل القصر. تمام. كان مدخل حلو قوي، كان فيه تكييف بتاعنا بره، وكان فيه عنب نفسه كنا احنا بنعدي عليه واحنا صغيرين، بنعدي في المنطقه ديت. المنطقه دي يعني الناس ساكنين جنبينا، كان فيه ناس المان ساكنين جنبينا. ده اللي انا اعرفه يعني، ما حضرتش هم ايام اليهود. بس هم قال لك يعني بيقولوا ان البيت ده سكن فيه جنسيات كتير جدا. جنسيات كتيره جدا في البيت ده. البيت ده يعني اثري، انت لو دخلت البيت من جوه بيت يعني تحفه، انت تخش جوه تلاقي السقف فوق. انا عايز اصور بس اللي مصور الحاجات دي. ممكن اعديك على صديقنا جنبينا هنا ما شاء الله عشان نظل، لانه البيت ده فعلا اقدم بيت موجود في الشارع لحد دلوقتي. دلوقتي يعني كل الحاجات اتهدت واتبنت عمارات دلوقتي او بيوت جديده، البيت الوحيد اللي لسه محتفظ بالكيان بتاعه وبتصميمه هو البيت ده. انت لو دخلت البيت جوه هيعجبك اول مره. طب قول لي انت بقالك كام سنه موجود في شارع البراديزو؟ بقالي كده حوالي دخل على 25 سنه تقريبا. ان شاء الله 90 فين. ما مش عايزين نكبرك، 30 سنه نكبرك عشان كل الناس اللي في الحلوان هتشوفك هتعرفك. مش عايزين نكبر السن. انا راجل قديم اصلا. انت ما شاء الله يعني من اشهر المصممين الازياء اللي موجودين في حلوان. تمنيت زمان ان انا كل بيت يبقى فيه شنطه باسمي ما شاء الله. فخدتها من المكان ده يعني، ما حبيتش اروح في اي مكان تاني حتى ما شاء الله. يعني طبعا قلت الناس المحل بتاعك موجود في شارع احمد انسي. احنا بنتكلم عن شارع البراديزو وتاريخ شارع البراديزو. تعرف ليه اتسمى شارع البراديزو ده بالاسم ده؟ هو شارع البراديزو مشتقه من الجنه، من بارادايس يعني. تمام. جايبينها من باراديسو، كان اسمه باراديسو. بس ده تخيل ان ده الشارع الناس يونانيين تقريبا بسمعه زمان يعني. الشارع الوحيد اللي متسمى في حلوان بالاسم الغريب ده او الاسم الاجنبي ده. هم اسمين في حلوان سينيتاريوم. السانيتاريوم بالظبط. ده ليه قصه برضه. او باراديزو
او باراديسو بالظبط او تقريبا ايطالياني او ايطاليه ايطاليه. حبيبي يا استاذ سامي شرفتني، ربنا يبارك فيك. السلام عليكم. مع السلامه. شارع البراديزو حكايته صغيرة جدا بس عنده تاريخ كبير جدا. التاريخ اللي في شارع البراديزو، كل شبر وكل بيت في الشارع بينطق ويتكلم على شارع البراديزو. وانا النهاردة قررت ان يكون ابطال الفيديو ده الناس اللي ساكنه في شارع البراديزو، هم اللي هيحكوا حكاية البراديزو ويحكوا كمان حكايتهم في شارع البراديزو. طبعا الفيلا اللي موجودة هناك دي فيلة خطاب او آل خطاب. اخش جوه نتفرج ونسمع من المهندس سعيد خطاب قصة الفيلا دي وحكايتها ايه بالظبط. يلا بينا. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا باشمهندس؟ اهلا وسهلا. الاول اتعرف بحضرتك. انا اسمي سعيد خطاب. ما شاء الله. هم قالوا لي ان حضرتك اللي ساكن في الفيلا دي. مظبوط، انا مولود هنا. والله؟ اه. قول لي بقى التاريخ. التاريخ بالنسبه لهنا ولا لهنا؟ والله بص اللي انت عايزه بقى، يعني انت هتقول لي تاريخ ان ده الفيلا الوحيده اللي موجوده في شارع البراديز، واحنا بنعمل فيديو عن تاريخ شارع البراديز. تمام. فتقول لي التاريخ اللي حضرتك عارفه عامة عن المكان. انا اقول لك عن الشارع الاول نفسه. ماشي. انت شايف الشارع دلوقتي بالمنظر اللي انت شايفه ده، ما تعرفش تركن عربية. بالظبط. زمان كانت الناس بتخاف تمشي في الشارع ده. من الهدوء. من الساعة 5 كده. الناس كانت تخاف تمشي في الشارع من كتر الهدوء اللي فيه. ان شاء الله. بالظبط كنا حوالي 6 اسر. مش 6 شقق، مش 6 عمارات او 6 بيوت كبار، لا يعني 6 عائلات، 6 شقق مثلا. اه 6 شقق. اه زي 6 شقق مثلا بس متفرقه. طب قول لي التاريخ بتاع المكان اللي احنا فيه دلوقتي. المكان اللي احنا فيه ده كان البيت ده واصل للناحيه الثانيه، هي كانت مربع سرايا، يعني سرايا كبيره. تمام. ودي كانت الجنينه المحيطه بيها كلها. تمام. كل المنطقة دي كانت الجنينة المحيطة بيها، بدليل ان هي ليها شبابيك من هنا والكلام ده. بالظبط. تاريخها بقى مين اصلا اللي بناها او هي مثلا قالت لمين، لو حضرتك مش عارف مين الاول من بناها؟ لا انا اعرف من ساعة ما جيت هنا. دي كان في واحد هنا اسمه مسيحة جابيس. تمام. ده كان ضابط جيش، كان ساكن هنا هو واسرته، وكان البيت ده قاسمينه نصين. كان هنا في جماعه يونانيين، كان في واحده يونانيه كان في بلكونه هنا وكانت بتقف تتكلم معانا وقعدت فتره وتوفت. وجم اهلها تبع السفاره، ناس من السفاره تقريبا خدوا حاجتها واتقفل الجزء ده. اتقفل الجزء الثاني. طبعا الناس الكبيره ماتت، الراجل توفى والام توفت، الاولاد موجود الاحفاد دلوقتي بس منهم ان شاء الله. طب قول لي بقى البراديزو حكايه الاسم ده جابوه منين لو تعرف؟ لا الاسم ده انا بحثت عليه لان الناس كانت بتتريق عليه كتير. ايوه كتير وكتير. اللي مش فاهم ايه 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 ويتكسفوا من الاسم يعني. فبحثت عليه طبعا لما من فتره طويله، يمكن انا المعلومه دي اتنقلت لي من والدي برضو الله يرحمه من الله زمان وانا صغير، ان معنى البراديزو دي كلمه ايطالي معناها الجنه. بالظبط. فانا بحثت وتاكدت برضو على صحيح من المعلومه، وفعلا هي الاسم البراديزو. يهمني جدا ان انا اعرف انا قاعد فين وايه الاسم ده وايه الكلمه، لان الكلمه غريبه. وانا عشان كده بعمل الفيديوهات دي عشان الناس تعرف، حتى لو هو ساكن في الشارع يبقى عارف تاريخ الشارع اللي هو قاعد فيه. نتمنى لك كل توفيق. انا متشكر لحضرتك جدا وعلى الاستضافه الجميله دي. الله يخليك. ربنا يبارك فيك يا باشمهندس. حبيبي باشمهندس. تسلم. ربنا يبارك في عمرك. دلوقتي اللي ورايا ده محل محفوظ من اشطر الصناعيه اللي بتعمل من الجلد تحف فنيه.
وموجود في شارع البراديزو. يلا نسمع منه حكايته وايه معلوماته عن شارع البراديزو اللي هو موجود فيه. يلا بينا. السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ محمد تعمل ايه؟ اخبارك ايه؟ انا بعمل فيديو عن تاريخ شارع البراديزو، وطبعا ما ينفعش بقى ان انا اعدي في الشارع من غير ما اجيلك، لان انت عالم من اعلام الشارع. اسمي محمد محفوظ النجار، من مواليد حلوان، عندي 44 سنه، ومهنتي مصنعات البلديه، الشغل اليدوي، هاند ميد. ده الهاند ميد. جيت الشارع هنا من 20 سنه. انا جيت هنا الاول على اساس ان الشارع هادي ومفهوش دوشه كتير وكده، وانا الشغلانه بتاعتي بتحب الهدوء، مش عايزه يعني تبقى في مكان فيه دوشه وكده. فجيت الشارع، يعني الشارع بقى عباره عن عائلات وناس محترمه كلها، مفيش اي حد غريب مثلا في الشارع. والشارع طب قول لي، ما تعرفش التسميه دي جت منين؟ اسم البراديزو، البراديزو ده براديزو كلمه ايطالي، ايطالي، وبارادايز بالانجليزي يعني جنة، مشتقة من ايه؟ مشتقة، يعني هي معناها شارع الجنة. كان زمان بيقولوا عليه شارع الفسحة، شارع الفسحة بناء على ان هنا كان في سنة مفاتن في الشارع دوت، والخواجات والاجانب كانوا بينزلوا يتفسحوا ايه في الشارع اللي هو شارع البارادايزو. معلومة جديدة بالنسبة لي موضوع شارع الفسحة ده. لا، هو كان زمان بيقولوا عليه شارع الفسحة، بس ما تعرفش شارع البراديزو وتقول له شارع العجوز بتاع الازاز يوديك. ما شاء الله. وفي ناس ما تعرفش الاسم خالص، هو تقول له البراديزو يوديك سانيتاريوم. بالظبط. اللي في عبد الرحمن فوق. بالظبط. هم الشارعين تقريبا سانيتاريوم والبراديزو هم اللي اسمهم يعني مختلف جدا عن كل شارع حلوان. كل شوارع. والله شرفتني يا استاذ محمد، وانا يعني مبسوط ان انا معاك النهارده، وان الناس اي حد بقى عايز محفظه، حزام، اي شنطه، كل الناس لازم تجي لك يعني. حبيبي شرفتني. انا اخترت اعمل العمل اللي انا بعمله دلوقتي، ان انا اسرد تاريخ حلوان واوثق تاريخ حلوان في فيديوهات، ده لان اكتشفت ان في جيل كبير جدا من الشباب اللي طلع ما يعرفش تاريخ حلوان، ويمكن كمان من الناس القديمه في ناس كتير ما تعرفش تاريخ حلوان. فانا حبيت ان انا اسيب ورايا حاجه الناس ممكن ترجع لها وتعرف كل تاريخ حلوان. واللي انا طالبه بس من اهل حلوان الدعم، وان هم يشيروا الفيديوهات عشان كل الناس تشوفها وكل الناس تشترك في القناة. اوعوا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. يلا بينا نكمل حكاية شارع البراديزو. يلا بينا. وانا بصور شارع البراديزو لازم اعدي على شخصية مهمة جدا في شارع البراديزو، من اقدم الناس اللي موجودة في الشارع، وهو الحاج شوقي. الحاج شوقي منجد، بس مش اي منجد، ده منجد ايده تتلف في حرير، ومن اقدم الناس اللي موجودة في شارع البراديزو. يلا بينا ندخل على الحاج شوقي ونسمع منه حكايته وحكاية شارع البراديزو. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. حاج شوقي عامل ايه؟ ازيك يا باشا؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. وحشني والله. الله يخليك يا باشا. طبعا انا بصور تاريخ شارع البراديزو، وما ينفعش اعدي عليك برضو زي اسامه عبد المولى كده وما اسمعش منك تاريخ شارع البراديزو. شارع البراديزو كان اشهر شارع في حلوان. كان اشهر شارع؟ اه، لان كان فيه سنتين، سينما فاتن، الصيف والشتوي. مكانها فين بقى؟ مكان المكان اللي انت بتصور كده بالظبط. ما احنا موجودين هنا. اه ما شاء الله. اه، ده كان الصيف والشتوي كان ورا. حضرتها مش هو؟ اه اه، ودخلتها كتير، انا كنت بخشها بالبون كمان كده. مش بالبون؟ اه. كانت تذكرتها بكام؟ بثلاث تعريفه. ثلاثه تعريفه؟ كنت كان فيها كام فيلم؟ بيعملوا فيها كام فيلم؟ بثلاث افلام. بتخش بثلاثه تعريفه ثلاث افلام؟ اه، تقعد ثلاث افلام تتفرج عليهم. ده انت بايت جوه، تبقى بايت جوه السينما. لا، كنت بخش كل خميس، بس الكلام ده قديم جدا، في السبعينات يعني. بس هي اتهدت واتبنى مكانها بقى المربع ده كله. المربع ده كله، المربع ده كله بقى اتبنى، وبعدين اتبنت بعديها سينما اسمها سينما برادي بقى، ناحيه عند محطه حلوان كده. والله كان السينما دي. طب قول لي، شارع البراديزو كان ايه اكتر اشهر حاجه كانت مميزاه هنا في الشارع؟ كان في هنا مزاد مانجا، بيعملوا مزاد مانجا. مزاد مانجا؟ اه ما شاء الله. المحل بتاع مزاد مانجا كان بيبيع مانجا وبيعملوا مزاد فيه هنا، ده كان اشهر شارع حاجه. هو كان بيتميز، بيقولوا لي ان هو بالهدوء جدا، كان شارع هادي جدا. اه، وكان في مدرسه هنا في الشارع ده زمان، البيت اللي على النص ده كانت مدرسه. قالوا لي اسمها مدرسه التحرير. اه اه بالظبط.
والله شارع جميل يا عم شوقي، عشان انتوا موجودين فيه بس. ربنا يكرمك ربنا، ربنا يوسع عليك يا عم شوقي وشرفتني. ربنا يبارك الله يخليك، شكرا حبيبي. حبيبي يا عم شوقي اشوفك على خير. صباح الفل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زي ما شفتوا تاريخ شارع البراديزو تاريخ كبير جدا، وشفتوا الناس الطيبة المحترمة اللي موجودة في شارع البراديزو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش السبسكرايب واللايك والشير عشان نوصل لكتير. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.